السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجد المشترك علمي المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم على لي فونكسيون نيميريك اكزاكتومون سور لي جينيراليتي. داكور، دونك هاد الدرس ديال لي فونكسيون إلي تخي امبورطون. بديتو في الكاتريام اني شفتو لي فونكسيون لينيير لي فونكسيون افين. هاد السنه هادي غادي تشوفوا واحد المجموعه ديال الفقرات، مي البلوز امبورطون في هاد السنه هادي هو سكون ابل لو دومين دي ديفينيسيون دي فونكسيون او بيان لونسومبل دو ديفينيسيون فونكسيون. يعني اهم حاجه خصكم هاد العام تضبطوها مزيان، غتشوفوا بزاف د الحويجات، مي هادوك لي بروبريتي لي زوتر بروبريتي اللي غادي تشوفوهم ان شاء الله في سيزيام انا تشوفوا دوتر اللي غادي يسهلوا عليكم اكثر الخدمه، وغادي تاني ولا هادشي اللي يعني يولي هذاك الشيء اللي تشوفوا العام الجاي تيسهل لكم دوتر تكنيك تشوفوا العام الجاي غادي يسهلوا لكم او غادي يخلوكم انكم تفضلوا هذوك لي تكنيك اللي تستعملوا في سيزيام اني بارابور لي تكنيك اللي غادي تاخذوا في السنه الاولى اللي هي الجد المشترك علمي. مي الحاجه اللي خاصكم هذا العام تشدوها وغادي تبقاو تحتاجوها العام الجاي وحتى في الثانيه بكالوريا هي الدومين دو ديفينيسيون، هذا خاصكم تضبطوه مزيان. هذا داكور، حنا ان شاء الله غادي نشوفوا جميع الفقرات من خلال واحد المجموعه ديال الفيديوهات. دونك نبداو على بركه الله في هذا الفيديو، هذا غادي نشوفوا الدومين دو ديفينيسيون. داكور، الدومين دو ديفينيسيون، domaine de définition d'une fonction, par exemple f. Tarmzouli dit mais b de f quand fonction g tendir au dg etc. D'accord. Auquel était ce mot domaine de définition qui se met l'ensemble de définition d'une fonction. Donc je ne vois domaine de définition d'une fonction. Chaque mot va au moins qu'on voit. Domaine de définition d'une chez fonction je ne vois. هو واحد المجموعة ديال الأعداد تول لي نومب غيال كي أكسبت أون إيماج باغ إف. سمعتوني شنو قلت؟ تول لي نومب غيال كي أكسبت أون إيماج باغ إف. سافودي خلينا نشرح هادي باش تفهموها بشكل مبسط. أي عدد قدرنا نحدو ليه ليماج ديالو باغ إف، راه هذاك العدد داخل في الدومين دو ديفينيسيون. أو بعبارة أخرى، الدومين دو ديفينيسيون هو واحد المجموعة ديال الأعداد اللي هي دي نومب ريال اللي عندهم إيماج باغ إف. غنعطي إكزومبل، مثلا عندنا إف دو إكس إيكال أن سور إكس موان دو. إلا قلت لكم الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون إف، يعني خاصكم تقلبوا ليا جميع الأعداد اللي عندها إيماج. وهنا ما غاديش حنا نبقاو نعوضوا اشاك فوا نعوضوا اكس، لانه لي نومب ريال راهم بزاف، راه غير بين 2 و 3 كاين ملايير ديال الاعداد. داكور، غير بين 2 و 3 كاين بزاف ديال الاعداد. دونك الى عطيتك باغ اكزومبل اف دو 3، قلت لك حسب لي اف دو 3، غاتجي تعوض هنا 3 موان 2 1 وتولي 1 سو 1. اذا 3 عندها ليماج اللي هي 1. شنو تنقول؟ كنقول اف دو 3 ايكال 1، ولا تنقول ليماج ديال 3 باغ اف راه هي 1. اذا 3 عندها واحد ليماج باغ اف اللي هي 1. ناخذو باغ اكزومبل 0، نحسبو ليماج ديال 0، ليماج ديال 0 راه هي اف دو 0. الى حوضنا اكس ب 0 تولي 1 على 0 موان 2، غتبقى لتحت موان 2، موان طلعو الفوق تولي موان 1 سو 2 موان 1 دومي. اذا 0 هو عنده ايماج اللي هي موان زان دو بي. ولكن واش حنا غادي نبقاو نعوضوا اشاك فوا كوم سا؟ بون، خاصنا شي طريقه اللي دغيا نحصلوا عليها اللي تخلينا نحصلوا على الدومين دي ديفينيسيون ديال لا فونكسيون، يعني جميع الاعداد اللي عندها ايماج. قبل ما نعطي الدومين دي ديفينيسيون ديال هذه، نجربوا مثلا اللي قلت لكم اف دو 2، الا بغينا نحسبوا ليماج ديال 2 شنو غادي يوقع لينا؟ ملي نعوض هنا 2 هتولي 2 موان 2 سي 0. هاد الكتاب واش عندها شي سونس في الرياضيات؟ ما عندهاش سونس. سافو دير ان 2 ما عندهاش ايماج، 2 ما عندهاش ايماج.
puisque deux m'indèche image, alors deux ramada flash le domaine de définition. Il n'appartient pas à DF. D'accord. انا بديت غير تنعوض باعداد اليات عشوائيا اليات وهنا جيت درت اف دو 2 لقيت هنايا ما نقدرش نحسب اف دو 2 لانه لقيت 0 في المقام 0 ما خصوش يكون عندي في المقام اذا 2 نابارتيان با دومين دو ديفيزيون الوغ هنا واش غادي حنا اشاك فوا نبقاو نجربو كوم سا ولا جربنا ما تنجربو العدد اللي هي باينه بحال 0 1 2 3 اكسيتيرا مي راه كاين دي راسين كاين دي فراكسيون هادو كلهم دي نومبر ريال واش حنا غادي نجربهم كامل اذا حنا عندنا دي تكنيك اللي خاصنا نحفظوهم ونعقلو عليهم باش نحددو الدومين دو ديفيزيون ديال لا فونكسيون بلا ما نبقاو نديرو كوم سا نعوض وهادشي لانه هادشي ما تيتقبلش داكوغ انا غير باش تفهمو الدومين دو ديفينيسيون بديتو بهذا الشكل هذا تري بيان الوغ نعطي القاعده الاولى الله يرضي عليكم فين ما تكون عندنا شي فونكسيون بولينوميال ما تيهمنيش الدوغري ديالها نعطي مثلا اكس على بويسون 3 بلس 4 اكس او كاري موان 5 اكس بلس 1 هادي سيت اون فونكسيون بولينوميال الدومين دو ديفينيسيون ديالها توجور ايكال ار اذا لا عطوني شي فونكسيون مكتوبه سو فورم دان بولينوم عندي الحق ديريكت نكتب دي في ايكال ار لانه هادي قاعده عندنا في الدرس نكتب دي في ايكال ار كار اف اون فونكسيون بولينوميال بولينوميال داكوغ تري بيان حاجه اخرى اذا دابا هضرنا على فونكسيون بولينوميال فين ما تكونش فونكسيون سو فورم ديال بولينوم ما تيهمنيش شنو الدوغري شحال واش 3 ولا 2 كيف ما بغات تكون دونك فونكسيون بولينوميال الوغ دومين ديفيزيون ديالها باين ناخذ لي فونكسيون اللي تيكونوا راسيونيل سو فورم بولينوم على بولينوم مثلا عندنا 3 اكس او كاي بلس 5 اكس موان 1 وانا عندي اكس موان 4 هنا شنو تيبان ليا هادي سيت اون فونكسيون راسيونيل شنو هما لي فونكسيون راسيونيل تتكون عندنا بولينوم على بولينوم ما تيهمنيش الدوغري ديال هاد لي بولينوم موان بولينوم على بولينوم هادي راه فونكسيون كنسميها راسيونيل تري بيان دونك بغيت دومين دو ديفينيسيون هنايا عندنا قاعده الله يرضي عليكم ملي تبغي تحدد الدومين دو ديفينيسيون ديال شي فونكسيون لي راسيونيل ولا دوطخ فونكسيون ابار فونكسيون بولينوميال فونكسيون بولينوميال ديريكتومون دي اف ايكال ار كار اف تي فونكسيون بولينوميال مي لو زوطخ فونكسيون ديما نتعود على هاد ليكريتور دي اف ايكال كنكتب اكس ابارتيان ار هنا بحال تنقول دي اف هي تو لي نومبر ريال مي لي غادي فيريفو ليا واحد الشرط هاد الفراكسيون هادي فوقاش تيكون عندها ان سونس ملي تيكون هاد المقام ديفيرون دو زيرو اذا خاصني نجي نكتب ان هاد المقام ديفيرون دو زيرو نتوما كقاعده الله يرضي عليكم ملي طلب منكم دومين دو ديفيزيون ديال شي فونكسيون فيها فراكسيون ديما جي كتب هاد الشيء وجي هنايا في هاد البلاصه هنا ديما تنكتبو الكونديسيون لي خاصو يفيريفيو هاد لي زيكس كنمشي ناخذ المقام ديما المقام اللي كاين هنا كنديرو ديفيرون دو زيرو يا بري شو تندير هنا اكس ابارتيان ار هنا ملي تلاحظ هنا هاد الكوتي هذا مكتوب سو فورم دان بولينوم دو بروميير دوغري تنضع على بروميير دوغري من الاحسن شنو ندير اعتبر هادي كل اعتبرها بحال شي ايكواسيون هادي راه ماشي ايكواسيون ولكن اعتبرها بحال شي ايكواسيون شد هاد موان 4 حولها لجهه اخرى ونشونجي لو سين بحال عندي ايكواسيون تولي هتولي 4 الوغ هنايا كيفاش نقرا هادي دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف هو كاع لي نومبر ريال سوف 4 يعني تو لي نومبر ريال يعني لي زيكس ابارتيان سا فودير لي نومبر ريال لي هما مسمي معنا اكس خاصهم يكونوا ديفيرون دو 4 سا فودير دومين دو ديفينيسيون ديال هاد الحاجه شنو تندير ار بريفي ديال هاد الاعداد هذا يعني اي عدد كاين في لونسومبل ار يعني ان نومبر ريال راه داخل في الدومين ابار دومين دو ديفينيسيون ابار ار يعني اي عدد راه كاين في الدومين دو ديفينيسيون ابار باردون 4 داكور دونك كندير هاك ار بريفي دو 4 داكور ولا بغيت نكتب هذا بالتفصيل كاين اللي في 5 اني تكتبو غير كوم سا راه سوفيزون مي ابخي في 6 اني on préfère en avoir l'écriture comme ça.
لما تنقول ار موان 4 الى مشي درنا داك لاطوات كرادو الى مشي درت 4 حيد تم ار هنا عندنا موان انفيني هنا بلس انفيني دونك ملي تنحيد 4 من ار يعني شيكون عندي دو انترفال الانترفال الاول هو هذا موان انفيني حتى 4 اونيون من 4 بلس انفيني هاك موان انفيني حتى 4 اوفر لان باش نقول 4 راه ما كايناش اونيون 4 بلس انفيني داكو بصفة عامة غومارك هادي عقلو ليها مي تكون عندك لقيتي في الدومين دو فيسيون ار موان شي عدد ديما شنو تندير موان لانفيني جوسكا هاد العدد ياك وعندنا لانترفال اوفر اونيون هاد العدد بلوس انفيني داكو تخي سامبل الى بغيتي تفهم رجع غير لا دغوات كغادي يدير ا ها موان لانفيني بلوس انفيني حنا قلنا ار بخيفي دو ا يعني ا ماكينه سافتا يكون هاد لانترفال هذا موان انفيني حتى ا اللي هو هذا اونيون من ا بلوس انفيني اللي هو هذا داكوغ تخي بيان فوالا ناخدو اكزومبل واحد اخر ناخدو فونكسيون راسيونيل نيت دونك اف دو اكس ايكال ا اكس سور اكس او كاري موان موان moins 5x par exemple, d'accord? Donc je vais écrire ici df quand j'écris égal x appartient à r toujours tel que quoi en diffraction donc quand je dois chercher qu'un fonction différent de 0 x au carré moins 5x différent de 0 très bien. هنا شو طلعت في الكوتي طلعت راه عندي polynôme de deuxième degré. D'accord? اذا مثلا كون عندي polynôme de deuxième degré, c'est mieux. هنا شنو ندير ناخذ هذه كلها هاد ليكريتور ماشي ايكواسيون لانه عندنا لا ديفيرون باش تكون ايكواسيون خص تكون عندي ايكال كنرجع ايكواسيون كوم سا اكس او كاري موان 5 اكس ايكال 0 ونشوف فين تتانيلا هادي كنخرج هاد ليكواسيون ملي تلقى لي سوليسيون ديالها كتستنتج دي اف دي اف هاد الحاله شكون تكون ار بريفي من هادوك لي سوليسيون يعني ار كنحيدو منها لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون Équation du deuxième degré, mais fais un mouchkil. Quand on fait la factorisation, on va parfois dire delta. On va dire x factor x moins 5 égale 0. Dans la factorisation, produit qui sert au 0, facteur loul égale 0. Au deuxième facteur égale 0. X égale 0. Au x égale 5. Il y a un moins 5 à l'autre côté. Alors, df est le choix de quoi? R coulha, privé. من هاد لي سوليسيون هادو 0 اي 5 داكوغ ولا بغيت نكتب هادي اون ديتاي شنو غادي ندير موان لانفيني جوسكا اصغر عدد في هاد لي دو لي هو 0 ومن 0 جوسكا العدد الاخر لي بقى ليا 5 اونيون من 5 بلوس لانفيني الا بغينا نفهم هادشي كامل لي كتبت هنايا دير غير دغوات كغادي في الوسخ كوم سا وحيد منه 0 و 5 رتبهم يعني الا كنت نحيد 0 و 5 من ار حيكون عندي هذا الانترفال اللي هو من موان لانفيني حتى 0 اللي هو هذا اونيون من 0 حتى 5 اللي هو هذا اونيون من 5 بلس انفيني اللي هو هذا داكوغ دونك عندنا 3 زانترفال الا كتبتي غير هاك راه تيبقى هذاك الشيء صحيح مي في سيزيام اني وحتى في الباك سي ميو انا نكتبو انا غادي تولو مضطرين انا خاصكم تكتبوها كوم سا داكوغ très bien نزيد واحد مثال اخر عندي مثلا 2x moins 1 sur par exemple x au carré plus 7 بغيت نحدد هنايا df انا راه تنوع هنا في لي زيكزومبل داكوغ اكزومبل ما تنعطيتيش بلي اكزومبل باش تشوفوا تقريبا كاع لي تكنيك هنا بغيت نعرف دومين دو ديفينيسيون ديال هادي عندنا فراكسيون توجور غادي ندير x appartient à tel que هاد المقام هذا دينوميناتور ديفيرون دو زيرو تخي بيان هادي تتبان ليا بوليم دو دوزيام دوغري لي بوليم دو دوزيام دوغري سي ميو نرجع دي ايكواسيون داكوغ و بصفة عامة شتي ملي تكتب شي حاجة ديفيرون زيرو يمكن ليك تعتبرها كقاعدة انا نكتب هادي كقاعدة و عقلو عليها شي ملي تلقى عندك شي فونكسيون ديالها اف دو اكس ايكالا كيو دو اكس على بي دو اكس
هذه فونكسيون وهذه فونكسيون تكون كيفما بغيت تكون فيها راسين فيها ولا في الغالب تلقاو غير دي بولينوم. الا قلت لك عطيني الدوم دو ديفيسيون ديال اف اللي هي مكتوبه سو فورم دو فراكسيون شنو تدير؟ دي اف ايكال اكس انتاك لا تكنيك اكس ابارتي ان تيل كو بي دو اكس دي فرون زيرو القاعده العامه هذه. من بعد تاخذ هذيك ترجع ايكواسيون بي دو اكس ايكال زيرو كتحل هاد ليكواسيون ملي تتحلها وتتلقى لي سوليسيون ديالك دير دي اف ايكال ار مو هادوك لي سوليسيون. الى حليت هاد ليكواسيون ما لقيتيش عندها سوليسيون يعني لونسون فيد دي اف هاد الحاله كتكون هي ار. اون سي تري كلير. دونك عندي انا هادشي ديفيرون زيرو دونك غنمشي نرجع هاد ليكواسيون. الى رجعت هاد ليكواسيون شتولي اكس او كاري بلوس 7 ايكال زيرو. هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون وانتم خصكم تعقلوا لواحد الحاجه فين ما تلقى عندك شي ايكواسيون مكتوبه على الشكل ا اكس او كاري زائد بي ايكال زيرو اذا كنت عارف ان ا او بي دو نومبر بوزيتيف داكور ولا دو نومبر نيجاتيف ميم عندهم ميم سين هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون نهائيا. اذا كانت ا او بي عندهم ميم سين هادي ما عندهاش سوليسيون خاصك غير جوستيفي علاش هادي علاش هادي ما عندهاش سوليسيون. الا خليت اكس او كاري هنايا وحولت هاد لوسات للجهه الاخرى تولي موانسا تولي عندي هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. علاش هذا بوزيتيف؟ لان هاد ليكسبوزون هاد دو راه بار شي حاجه او كاري توجور كتكون بوزيتيف. بوزيتيف ميمكنش يساوي نيجاتيف. انا عندي بوزيتيف كيساوي نيجاتيف يعني هذا امبوسيبل دونك ليكواسيون انا با سوليسيون. دونك نتوما تيبقى لكم اختيار اما نجي نكتب اون ريزوز اون فا ريزوز سيت ايكواسيون اكس او كار بلس هادي ونقول ما عندها سوليسيون دونك دي اف هي ار. اولا تقدر تشوف هنايا اذا شتي مزيان هاد الكونديسيون اللي كتبناها راه توجور فيريفي شي حاجه او كاري غتكون بوزيتيف وزدناها سات واش تقدر تساوي زيرو هاد الكونتيتي هادي هاد ليكسبريسيون واش ممكن تساوي زيرو؟ نو دونك راه ديفيرون زيرو الوغ هاد ليكسبريسيون هاد الكتابه هادي راه توجور فيريفي شي حاجه او كاري بلس 7 راه توجور ديفيرون زيرو. الوغ هنا شنو تنقول هاد الكونديسيون؟ تنقول لان توجور فيريفي كيف ما بغات تكون لا فالور دو اكس. الوغ ملي تلاحظ سي تو رمارك ان واحد الكونديسيون اللي كتبتي انا توجور فيريفي pour n'importe quelle valeur de x de r هنا في هذه الحاله الدائف تنقول هي r سافادير اي عدد من r نقدر نحسب ليماج ديالو وهذا هو الدومين دو ديفينيسيون. دونك انا نقدر نجاوب بهذا الشكل وهذه الحاله تتعطى بزاف لي دوفوار رد البال هاد الكونديسيون توجور فيريفي. دونك نجي نكتب انا puisque la condition ha comme ça la condition x au carré plus 7 différent de 0 pour tout x de r donc direct un synthèse nature un synthèse job df égale à r on a un fait de job ou bien tariq d'accord on a l'exemple à l'autre. Voilà, f de x égale par exemple 2x sur x au carré plus x plus 3. De même façon, à des fractions, donc df choix de sawi, radit sawi, x appartient à r, tel que quoi x au carré plus x plus 3, déférent de 0. J'ai des équations x au carré plus x plus 3 différents. Pardon, j'ai équation égale 0. D'accord. On a un delta. B au carré moins 4ac. B est 1. Moins 4 fois 1 fois 3. 1 au carré c'est 1. Moins 4 fois 1 c'est moins 12. Ça tout dit moins 11. Donc ça sera 0. Alors, puisque delta sera en 0, il y a une dimension de solution. L'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution.
Mais cette que l'équation n'a pas de solution, donc d'effet de la chose qu'on ce qu'on y a hier. Donc on a parlé de la lettre. Très bien. D'abord, on chauffe l'idée qu'on a un chauffe à la 3 mais rien de fraction. On tombe en 5e année et on a deux cas. Trop de belles les fractions, trop de belles les racines. D'accord? Voilà. Startons avec des racines. F de x égale racine de 2x moins 6. Quand j'ai dit df, on dirait que ça appartient à R. Ouais, sinon, je sorte les radins de la fonction. Parce qu'on a une signification mathématique. Ou un autre chili qui est dans le tête de la racine, c'est ce qui va être qu'on a. C'est qu'on est toujours positif. C'est ce qui va être qu'on a. Et il y a un tête de la racine, c'est l'expression là, c'est qu'on est positif. Donc, on dirait que c'est 2x moins 6, on dirait que c'est 0. Alors, domaine de définition, fait le chemin du con. Radio con, on voit la solution de l'inéquation. C'est une équation de premier degré. Une équation de premier degré, c'est de manière à l'intérieur. C'est les accolades. Dire x appartient à l'intérieur. Moins 6, je vais à l'intérieur de 2x, moins 6. Et dire les accolades, x appartient à l'intérieur. La résolution de l'inéquation. C'est de manière à l'intérieur. X moins 6 sur 2, il y a 3. Alors, je n'ai pas la solution de l'inéquation. Il y a l'intervalle 3 plus infini. Il y a le domaine de définition. 3. Plus l'infini, et c'est terminé. D'accord? Très bien. Supposons, Admara, f de x, f de x égale 1 sur racine x plus 4. D'accord? Un chemin indique, un des fractions. Et en même temps, on a des racines. Ah, on a une racine dire. Df, x appartient à R, on a des fractions racines. On a deux conditions. Aول حاجة, خاصة الشيء اللي كاين تحت من racine, تحت من fraction, خاصو يكون différent de 0. وتاني حاجة, داكشي اللي تحت من racine, خاصو يكون positif. انا باش نضمن هاد لي دو كونديسيون يمكن ليا ندير x plus 4 superior strictement à 0 عوض ندير ايغال بحال هنا قبيله هنايا درنا ايغال لانه عندنا الغاسين سور لين هنا دابا عندنا الغاسين في المقام انا ملي تنكتب x superior strictement à 0 هنا تنضمن جوج حوايج انه هادشي اللي كاين تحت الغاسين راه بوزيتيف يو ميم طون تنضمن ان هادشي اللي تحت من الفراكسيون ديفيرون دو 0 اذا ندير غير كونديسيون وحده كنضمن فيها كنضمن فيها دو كونديسيون هذاك الشيء اللي تحت من الفراكسيون ديفيرون دو زيرو وهذاك الشيء اللي تحت من الغاسين بوزيتيف بعد تنحل هاد ليكواسيون تري سامبل اكس ابارتيان ار اكس كبار من 4 جا الاخرى تولي موان 4 اي فوالا دي في هاد الحاله شنو غتكون راه هي الانترفال هنا اوفير موان 4 بلس سانفين D'accord? Très bien. On chauffe un autre exemple. On dit f de x. On dit par exemple 1 sur x moins 3 plus racine de x par exemple. On a choisi là. On dit fraction ou on dit racine. On a deux conditions. X appartient à R tel que. Binisme la fraction. خاص المقام يكون ديفيرون زيرو هي اكس موان 3 ديفيرون دي زيرو اي دوطر كونديسيون عندي هنا فراكس عندي راسين خاص هادشي يكون على الانتيريور يكون بوزيتيف يعني اكس سوبيريور او ايغال ا زيرو دونك نقل الا كان الراسين سور لين ديما ديرو هنا ايغال كان الراسين في المقام ديرو سوب هذاكشي اللي كاين لداخل ديرو سوبيريور ستريكت موان زيرو لانه ملي تيكون الراسين في المقام خاص هذاكشي اللي كاين في المقام يكون ديفيرون زيرو داكشي علاش تنديرو سوبيريور ستريكت موان زيرو دابا عندنا deux conditions. X appartient à R. هذه polynôme de premier degré. Il suffit de moins 3 نحول الجراح تولي X différent de 3. إذا دابا تنعرف أن 3 راه ما كايناش في الدومين دو ديفيسيون. Et X supérieur égal à 0. هنا ملي تنطيح في شي حالة بحالك فيها différent. X différent شي عدد. وعندك inéquation. كنهتم بالinéquation. كتكون ديف شناهي. هي solution ديال هاد الinéquation نحيد منها 3.
Ça veut dire que la solution de cette équation. Il y a 0 plus infini. Au 0 plus infini, je fais à 3 ou là? Fais à 3. Donc, puisque fais à 3, je vais en dire 0 plus infini prévu de 3. Et on va dire que tu as fait ce qu'il y a, c'est mieux que tu as fait ta réglée. 0 jusqu'à 3, au vert, union de 3 plus infini. باش تفهمني مزيان ديما ندير مستقيم غير في الوسط مستقيم مدرج لانترفال 0 بلس انفيني راه واحد من 0 حتى بلس انفيني و 3 كاينه هنا في شي بلاصه دونك انا بويسكو 3 خصها ما تكونش في الدومين دو ديفيزيون غندير 0 حتى 3 ها هي فين هي اونيون من 3 بلس انفيني ها هي فين هي و 3 باش نخرج درت هنا اوفير وهنا اوفير داكوغ اذا راني حددت الدومين دو ديفينيسيون فرا ناخذو اكزومبل واحد اخر كل ما هو انا كل ما غادي نفهمو اكثر اف دو اكس ايغال باغ اكزومبل عندي هنايا راسين اكس موان زان بلوس راسين اكس بلوس 3 هنا الدائف شنو تساوي عندي اكس ابارتيان عندنا دو راسين اذا نشد هادشي اللي كاين هنايا كبر من زيرو يا عاوتاني هادشي اللي كاين هنايا كبر من زيرو تخي بيان ايكال اكس ابارتيان ار موان زان الجهه الاخرى تولي اكس كبر من واحد و تخوا الجهه الاخرى تولي اكس كبر من موان تخوا الوغ هنا عندنا دوزين ايكواسيون بيناتهم هاد اي الوغ هنا باش نستنتج الدومين دو ديفين شنو تندير كناخد هاد لانترفال اللي هو شنو هو واحد بلوس انفين ياك واحد بلوس انفين بان دابا عندي اي تندير انترسيكسيون كون كانت عندي هنا او كندير اونيون نقل على هادشي انتر سوليسيون ديال هادي شناهي موان 3 بلوس انفيني لانترسيكسيون ديال هاد لي دو انترفال راه هي لانترفال ان بلوس انفيني الى ما عرفتيش كيفاش تحدد لانترسيكسيون شفتوها في لوردونون اغ يسوفي ترسم غير لا دوات كادوي هاد لانترفال ديرو بواحد اللون احمر هاد لانترفال باغ اكزومبل ديرو بلون ازرق لانترفال اللي فيه الالوان بجوج غادي تلقاه هو ان بلوس ان فين وبالتالي هو لانترسيكسيون ديال هاد لي دو انترفال واحد الغومارك عقلوا لها الله عليكم كنلاحظ ان ان بلوس ان فين راه كاين في هاد لانترفال هذا هاد لانترفال هذا راه فيه ان بلوس ان فين فيه كاع العدد اللي كاين هنا فين ما تلاحظ انه شي انترفال انكلو دون لوتر لانترسيكسيون ديالهم هو داك لانترفال اللي فيه دي نومبر كاينين في لانترفال الاخر يعني اللي هو هذا في هذه الحاله هنا ان بلس انفين داكوغ تخي بيان غادي ناخدو اكزومبل واحد اخر ممكن تا هو تصادفو فوالا اف دو اكس ايغال راسين ديال اكس او كاري بلس ان غنجي ندير دي اف ايغال x appartient à R, on a x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Là, on a des racines, donc je dis qu'il y a des racines du roc par 0. On a des conditions toujours vérifiées. Normalement, je suis en train de dire que c'est une équation. On a pu me faire une équation, on a l'air d'une équation, on a toujours vérifié que soit x appartient à R. Elle a chez nous de positif, x au carré positif, ou la de 1. يبقى هادشي ديما بوزيتيف اذا في حال هاد الحاله راه دي اف راه هي ار دونك شنو تنجي نكتب هنا بويسكو لا كونديسيون اكس او كار بلس 1 كبر من 0 بور تو اكس ابارتي ان دونك ديريكتومون دونك دي اف هي ار يعني سبق لينا شفنا بحال هاد المثال في مثال سابق في هاد الفيديو هذا داكوغ كنكتب لا فراز بويسكو لا كونديسيون كتب هادشي كامل هذا Et toujours vérifier pour tout x appartient à R, donc df égale à R. D'accord? Très bien. Zid exemple واحد اخر. F de x égale par exemple voilà. 5x à la x au carré moins la valeur absolue de x. Maintenant, on a df égale. عن دي فراكسيون دونك المقام دي فون زيرو ندير اكس ابارتيان ان تيل كو اكس او كاري موان لا فالور ابسولو ديال اكس راه ديفيرون دو زيرو كنرجع دي ايكواسيون اكس او كاري موان لا فالور ابسولو ديال اكس ايكال زيرو
اكس او كاري، وهذه قاعدة سنعرفها جميع، يمكن لك تكتبها كومسا داكور، وهاد الاثنين بغيت ديرها لداخل ولا لبرا بحال بحال تبقى صحيحة. القاعدة عندنا هادي دابا الأوسط ديال اكس بتو او كاري راه هي اكس او كاري، يمكن لك تحيد دابا الأوسط. علاش انا في نظركم درت بحال هكا؟ باش نفاكتوريزي بواحد الفالو ابسولي ديال اكس. هنا هاد الفالو ابسولي ديال اكس او كاري بحال عندنا الفالو ابسولي اكس فوا الفالو ابسولي، نفاكتوريزي بوحدو تبقى وحدة هنا داخل، وهنا راه بحال عندنا ان فوا الفالو ابسولي ديال اكس، الا فاكتوريزي بلا فالو ابسولي ديال اكس يبقى ليا ان ايكال زيرو. شنو اللي عندي هنا؟ الفالو ابسولي ديال اكس ايكال زيرو، و الفالو ديال اكس موان زان ايكال زيرو. هنا الفالو ابسولي ديال اكس ايكال زيرو تكون عندنا الفالو ابسولي كيساوي زيرو، هذاك الشيء اللي كاين داخل كنديرو كيساوي زيرو غير ملي تيكون هنا زيرو. و هنا ناقص واحد الجهة الأخرى تولي لافالو أبسولي ديال إكس إيكال أن، هنا إكس إيكال زيرو، و ملي تكون لافالو أبسولي ديال إكس كتساوي واحد النوم بوزيتيف كنجي ندير إكس إيكال هاد النوم، و إكس إيكال لوبوزي ديالو اللي هو موان زان. دونك دي إف هاد الحالة شناهي؟ راه هي أ بخيفي دو زيرو إي أن إي موان زان، كنكتبهم كاملين موان زان زيرو أن. بغيت تكتبها اون ديتاي تكتب من موان انفيني حتى موان زان، اون يوم من موان زان حتى لزيرو، اون يوم من زيرو حتى لان، اون يوم من ان بلوس انفيني. بغيت تخليها غير بحال هكا راه صحيح داكوغ. فوالا شي اكزومبل اخر يكون ديفيرون بحالاش، نضرب مثلا اف دو اكس ايكال غاسين ديال اكس او كاري موان موان اكس. بغينا نعرفو دومين دو ديفينيسيون ديال هادي، دونك شنو غنجي ندير؟ دي اف ايكال اكس ابارتيان ار تيل كو، هادشي اللي كاين في المقام او باردون هادشي اللي كاين الانتيريور غنديرو كبار من زيرو. شنو تلاحظ هنا؟ هادي انيكواسيون دو دوزيام دوغري، لي زينيكواسيون دو دوزيام دوغري كنمشيو نديرو ليهم مباشرة طابلو دو سين، ولكن قبل ما ندير طابلو دو سين كنرجع هادي ايكواسيون باش نشوف فين تتانيلا. x فاكتور x موان زان دارت الفاكتوريزاسيون تولي x كتساوي زيرو، و x موان زان ايكال زيرو صافي دي x ايكال زيرو، و x ايكال تخي بيان. نشوف الطابلو نديرو فشي بلاصة هنايا ماشي مشكل، المهم تفهمو ليا غير الطريقة. هنا x، هنا x او كاري موان x موان لانفيني بلوس لانفيني، و هنا عندنا زيرو بالترتيب زيرو هنايا و ان ديما صغير هنا الكبير هنايا. هنا في هاد البلايص نديرو لي سين ديال ا، ا هو هاد العدد لي مضروب في اكس و كاري هو ان، دونك هنا تكون بلوس و هنا بلوس و هنايا موان. دونك فوقاش هاد ليكسبغيسيون تكون كبر من زيرو لي هي هادي، غتكون هنا و هنا صافي دير في هاد لانتيرفال و في هاد لانتيرفال. دونك في هاد الحالة دي اف شنو غتكون؟ دي اف دي اف غتكون من موان لانفيني حتى لزيرو فيرمي. علاش؟ لأنو عندنا هنا سوبيريور إيكال أونيون من واحد بلوس أنفيني، من واحد بلوس أنفيني، إي سي تيرميني داكوغ. دونك كيف ما تلاحظو هادشي لي تخي سامبل، خاص غير شوية تركيز و الأمور ديالنا تكون مزيانة. غنزيد لا ديانييغ فوالا إكزومبل بالنسبة لدومين دو ديفيزيون، باغ إكزومبل إف دو إكس égal 2x moins 1 sur x plus voilà racine d'iel a moins voilà a moins x d'accord. Voilà, donc radine chien à df ندير x appartient R داكوغ، هاد x اللي في المقام ديفيرون زيرو، اي هادشي اللي كاين هنا تحت من غاسين غنديرو كبر من زيرو. x appartient R ايكال x appartient R، هادي ديفيرون غادي نعاود نكتبها ونحاول نحل هاد لينيكواسيون، موان x كبر من واحد جهة لخرى تولي موان زان، x appartient R تيل كو اكس ديفيرون زيرو اي، باش نحيد هاد الموان نضرب هنا في موان زان وهنا في موان زان، ملي تنضرب في موان زان تيتبدل هادو سامبول، كان عندنا سيبيغيو يولي انفيريور، اكس انفيريور ا ان.
دونك دابا الدومين دو ديفيزيون شنو غادي يكون؟ هو السوليسيون ديال هاد السيستيم ديال هاد لينيكواسيون نحيدو منها زيرو. الا كان موان انفيني حتى لواحد، دونك زيرو كاين في هاد الحالة. داكوغ، دونك شنو غندير؟ من موان انفيني حتى زيرو اونيون، وهنا زيرو ما كاينش، يعني ندير اوفير من زيرو حتى الان باش تبان لي هنا ان فيرمي، لانه عندي اكس انفيريور ايكالا ان فيرمي. هاد هنا الا بغيت تبان لي هادشي مزيان، هاد لانترفال موان انفيني حتى لواحد ها هو فينا هو هذا، بغينا نحيدو منو زيرو، زيرو غيكون شي بلاصة هنايا. دونك ندير من موان انفيني حتى زيرو ها هو فينا هو، وزيرو مداخلش درنا اوفير، اونيون من زيرو حتى لواحد ها هي فينا. ديما الا دختي دير واحد دوات غادي كوم سا الامور تتبان ليك ساهله. سيبوزون هاد المره عندنا هاك اكس موان زان سور اكس موان 3 بليس مثلا غاسين اكس موان 5، شوف معايا هنا شنو غيبقى. غدير دي اف، غدير اكس ابارتيان ار تيل كو اكس موان 3 ديفيرون زيرو، اكس موان 5 سوبيريور ايكال ا زيرو، x appartient à R tel que x différent de 3 et x n'a que barre 5. Donc, je vais compter le domaine de définition. Je vais compter la solution de l'équation. Je vais compter la solution de l'équation. Je vais solution de l'équation. Il y a 5 plus infini. 5 plus infini, je vais faire 3. Mais je vais compter 5 plus infini. Il y a déjà l'intervalle de la solution de l'équation, mais je vais faire 3. Donc, je vais faire l'intervalle. Chers élèves, merci pour l'instant. Et dans la première fois, on a fait des dernières fonctions. Cette semaine, c'est le domaine de définition. Inch'Allah, deuxième vidéo, on va vous contacter. Inch'Allah, demain, Inch'Allah. On va vous chauffer, imma la parité, ou bien les variations d'une fonction, Inch'Allah. Salam alaikum.